شهور قليلة بتفصلنا على إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، واللي بيتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر من الناخبين المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين. إيه هي بقى شروط الانتخابات اللي حددها القانون المصري؟ مجموعة من الشروط لازم تتوفر في المرشح على منصب رئيس الجمهورية، وهي إنه يكون مصري من أب وأم مصريين، وما يكونش حمل جنسية تانية هو ولا والديه ولا زوجته. كمان يكون حاصل على مؤهل عالي ويكون متمتع بحقوقه المدنية والسياسية. بيشترط كمان في المترشح للرئاسة إنه ما يكونش حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى ولو رد ليه اعتباره، وطبعاً لازم يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً. وأخيراً عدم إصابته بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، وسنه ما يقلش عن 40 سنة. بعد ما خلصنا الشروط، إيه المطلوب عشان يتقبل طلب الشخص اللي هيترشح لرئاسة الجمهورية؟ لازم المترشح يحصل على تزكية 20 عضو من مجلس النواب، أو يحصل على تأييد ما يقلش عن 25 ألف مواطن من اللي ليهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكتر من مترشح.